Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme je disais, c'est moi qui vide je dis of dans je dis nous dans c'est la langue française. Il a continué ça. Ou là, c'est au moment où tu parles de l'idée, tu me parles avec ça, parle de l'idée, mais c'est la deuxième fois. Il est mis 100%. Maintenant, ça c'est abonné sur le jardin, je pense que dix mille jadis. Ou ben, je te serve de dans le hasard et les attaques sur ma chaîne. Et quand Allah, ben je t'aime de la langue, pour de la façon liée, simple ou efficace. غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. واحد السلسله اللي هي زوينه ولا ما حلا غادي تعجبكم. انا متاكد انها غادي تعجبكم. هاد السلسله عندها علاقه بلا كومونيكاسيون, ما غادي تقرب هذيك الطرق التقليديه, غادي نديروها بواحد الطريقه اللي هي انتيراكتيف الوغ اللي هي تفاعليه. كيفاش تفاعليه؟ غادي يكونوا دي فيديو ما غادي يكونوا فيهم انت اللي خصك تجاوب على لي كيسيون اللي تنطرح لك. حنا تنعرفوا بان لا كومونيكاسيون اغلب الاحيان هي سو سون دي كيسيون اي دي ريبونس. تعقلنا يعني الا تعلمتي تسول وتعلمتي تجاوب ولا تعلمتي تجاوب على السؤال ولا تعلمتي تسول, يعني هنايا تتولي كابابل انك تدخل في دون اون كونفرساسيون. هكا بكل بساطه غادي تحاول غادي تناقش مع الناس وغادي توافق وما غاديش تبقى عندك اشكاليه في هذه اللغه. حيت بزاف ديال الناس باش يطرا عليهم سؤال ولا شي حاجه تيتبلونطا وما تلقاوش لي مو ولا لي تيرم كيفاش يعبروا على هذاك الحوايج اللي عندهم هما لداخل. بارفي, اليوم ان شاء الله غادي نبداو بالحلقه الاولى ولا الدرس الاول. ركز معايا راه تكسر حيت اول مره خصني نشرح لك. دابا انا نورمالمون غادي يكونوا دي زيكزيرسيس, هاد لي زيكزيرسيس خصك تجاوب عليهم. يعني خصك دابا تجبد اجوندا ولا تجبد دفتر ولا تجبد شي حاجه وتقيد فيها اي سؤال غادي نسولو لك انت غادي تجاوب عليه. فاش غادي تجاوب عليه انا عاد غادي ندير التصحيح ديالو, عاد غادي انا نجاوب عليه وانت غادي تنوطي راسك شحال جبتي وتخلي لي في لي كومونتير شحال جبتي. غادي يكونوا خمسه ديال لي فراز, خمسه ديال لي فراز اللي غادي نعطيكم. يعني خصك تكتب لي لتحت في لي كومونتير شحال جبتي هكا باش نشوف واش الناس سون انتريسي لهذا الكونتوني هذا ولا هذا لا سيري اللي غادي نبدا. اتفقنا؟ يعني غادي تجاوب وفي الاخر غادي تجمع شحال عندك من جمله وما تغش ما والو, ما تمشي لا تقلب لا في ابليكاسيون لا والو, حاول دير من راسك. وانا اي حاجه غادي نكتبها لكم غادي نشرح لكم علاش درناها بالتفاصيل باش هكا تعلموا بزاف ديال الحوايج في نفس الوقت, نتعلموا لاكم الغرامير لا كونجيكاسيون اي اوسي لا كومونيكاسيون. باف اتفقنا؟ يعني غادي نعطيكم دي كيسيون غادي نسولكم باللغه العربيه وغادي تحاولوا ترجموا باللغه الفرنسيه في الدرس ديال اليوم. ركز معايا راه تكسر. وحاجه واحده اللي غادي نطلب منكم بارطاجيو لا فيديو باش كلشي يستافد ان شاء الله. ركزوا معايا راكم السر. غادي نبداو اول باش ما نطولوش في هذا الكوليكسيون, غادي نبداو باول كيسيون ولا اول جمله غادي نعطيكم. ركز معايا, كتبها بالعربيه ومن بعد دير لها الترجمه. انا نكتبوها باللغه العربيه. لماذا كنت غائبا بالامس؟ لماذا كنت غائبا بالامس؟ لماذا كنت غائبا بالامس؟ علاش كنت غايب البارح؟ علاش كنت غايب البارح؟ الجواب ديالها كنت غائبا لانني مريض. فهمتنا؟ الوغ لماذا كنت غائب؟ علاش كنت غايب البارح؟ كنت غايب البارح حيت كنت مريض. مزيان. دابا انا بغيتك هادي دير لي الترجمه ديالها. غادي نعطي 30 ثانيه دير لي الترجمه ديالها الله يعطيها ليك وكتبها عندك باش فاش انا غادي ندير التصحيح غادي تشوف واش عندك صحيحه ولا خطا. الا لقيتي خطا, الا كان خطا غير في لورتوغراف ماشي مشكل, الا كان غير في الكلمه ما كتبتيهاش مزيان ماشي مشكل. اما تنهضروا الا كان في الكونجيزون ولا كان في الكرامير ديك الساعه راه خطا تيتفقنا. الوغ عندكم 30 ثانيه كيف قلت لكم كتبوا لماذا كنت غائبا بالامس. كنت غائبا لانني كنت مريض. تعقلنا؟ بارفي. غادي نحاولوا نجاوبوا دابا على هاد لافخاز هادي. هنا ركز معايا, لماذا؟ غادي نحاولوا نبداو في اي حاجه, قلت لكم اي حاجه غادي نشرحها لكم. لماذا؟ لماذا باللغه الفرنسيه تنقولوا بوركوا؟ بوركوا كنت غائب بالامس. بوركوا كنت لو فيرب اد في لامبارفي تو ايتي غائب هي ابسون إياه اللي هي بالامس ولا البارح. Pourquoi tu étais absent hier؟ لماذا كنت غائبا بالامس؟ اللي بغينا نقولوها للبنت لماذا كنت غائبة تنقولوا absent وتنزيدو او على فان. اتفقنا؟ كنت غائب لانني مريض مثلا. J'étais absent parce que j'étais malade. تفقنا؟ الوغ بوركوا تو ايتي ابسون ايار؟ جيتي ابسون باسكو جيتي مالاد. تفقنا؟ كنت غائبا بالامس لانني كنت مريض. مزيان, هذه هي الترجمه الصحيحه. تفقنا؟ يعني هاد ستركتور ولا هادشي هنا باسكو نقدروا ما ديروش باسكو, تقدر دير كار, تقدر دير بويسكو, يعني هادو كلهم حوايج اللي تيمشيو لانني, يعني هنايا لا كوز
مزيان اتفقنا حاولوا تنقلوا معكم هادشي اللي عندكم بزاف غادي ندوزوا لحاجه اخرى نتمنى لكم تكونوا جبتوا هادي صحيح غادي ندوزوا لحاجه اخرى مثلا غادي نقول لك مثلا هل اشتريت الخبز هل اشتريت الخبز نعم اشتريته نعم اشتريته الوغ عندك 30 ثانيه ولا 30 سكوند هل اشتريت الخبز واش شريتي الخبز نعم اشتريته هنا خصني ندخل ضمير اشتريته هاد الهاء تتعود نورمالمون على الخبز اتفقنا هاد الهاء تتعود نورمالمون على الخبز يعني خصك تدخل ضمير ما ديرليش التكرار حيت اون يوتيليز لي برونون بور ايفيتي لا ريبيتيس بارفي كتب 30 ثانيه عندك حاول تكتب الله يخليك تنحاول ندير دي فراز اللي هما سامبل كلشي يقدر يجاوب عليهم كنتي مبتدئ كنتي متوسط كنتي افونسي تقدر تجاوب على هاد لي كيستيون هادو غادي نجاوبو بارفي هل أداة استفهام تستعملوها هل اشتريت الخبز اسكو اشتريت اسكو هنا لو فيرب اشتي مالو لو باسي كومبوزي tu as acheté est-ce que tu as acheté du pain est-ce que tu as acheté du pain ou le khobz نعم اشتريته oui اشتريته هنا عندي برونون oui je عقلاتكم بزاف je n'ai acheté هنا حيت عندي j'ai تندخل هاد اون حيت هادي جو نورمالمون تتمشي هاد الاو تتبقى جو ني اشتي وي جو ني اشتي تقنا نعم اشتريته حاولوا تعقلوا راسكم السر على هاد الجوال وعقلوا على الطريقه كيفاش ندير الترجمه بكل بساطه تنستعملوا قواعد اساسيه اللي هي بسيطه ما كاينش شي حاجه اللي هي صعيبه هاد الادوات كلهم هاد الحوايج علمتهم وقريتهم لكم الا كنت تبعت الدروس ديالي غادي يجيك هادشي ساهل فهمتوا غادي ندوزو مثلا لجمله اخرى نقول لك باغ اكزومبل هل نعاودو هل تكلمت مع أمك؟ مثلا هل تكلمت مع أمك؟ نديرو نعم تكلمت معها نعم تكلمت معها ألوغ هل ديجا عندنا اللي هي اسكو هل تكلمت مع أمك؟ نعم تكلمت معها هاد معها راه تتعود نورمالمون على الأم اتفقنا هذا هو غادي نخدموا واحد الضمير اللي تيمشي مع هاد الحوايج هادو اتفقنا حاولوا تعقلوا على راسكم سير عندكم 30 ثانيه حاولوا تزربوا عليها راه ساهله ماشي شي حاجه اللي صعيبه هاد الحوايج ديجا كنا درناهم وتنعاودوا هاد الحوايج يعني قواعد علمتهم لكم ديجا يعني اللي تيتفرج الفيديو ديالي غادي يقدر يجاوب حاولوا عندكم 30 ثانيه زربوا الله يخليكم باش ندوزوا للصحيح ديال هاد الشيء هذا الو هل تكلمت مع امك نعم تكلمت معها كيف تتشوفوا راه نقدروا نبدلوا هل تكلمت مع اخيك هل تتكلم وهل ستتكلم يعني تنبدلو غير الازمنه وتتبدل تنبدلو الازمنه يعني لا كونجيكيسيون وتتبدل هنايا مع من وهنا تتولي عندي بزاف ديال لي فراز نقدروا نخرجوهم من جمله واحده فهمتوا هاد لي فراز هادو نقدروا نعبروا بزاف هل اشتريت الخبز هل اشتريت الحلوى هل اشتريت الفواكه هل اشتريت فهمتي ولا فهمتي هل ستشتري الخبز هل ستشتري الحلوى هل ستشتري الادوات فهمتوا اكسترا عطيني بزاف نديرو ترجمه اسكو Est-ce que tu as parlé? Le verbe parler fait le passé composé. Tu as parlé. Est-ce que tu as parlé à ta mère? Quel est avec? C'est vrai, mais c'est mieux que à ta mère. Elle t'a parlé à ta mère. Est-ce que tu as parlé à ta mère? Alors la réponse oui. Tu as dit non. Oui. Rakkez maya. Tu as parlé. Tu as dit je. Et là, dit. هاد عندي في الباسي كومبوزي اي وهنا بارلي في الباسي كومبوزي اتفقنا الوغ ولكن هنا معاها هنا عندي واحد الضمير اللي هو لوي هاد لوي وقتاش ندير الضمير فاش تيكون عندي هنا شي حاجه عندها ا وتيجيني هذاك الضمير هو فهمتوا تيكون مسبوق هذيك الكلمه تتكون مسبوقه ب ا افيك اكسون تقدروا نعبروها بلوي لوي الا كان مفرد في لوي سواء مؤنث ومذكر تنديروا لوي الا كان جمع تنديروا لوغ بلا اس بلا وان اتفقنا حاولوا تقولوا وي جو لوي Je lui ai parlé. Alors, عقلوا راحتكم بزاف تنتمنى ان الفكره تكون واضحه ديروا لي هذا راه كل واحد هذا راه واحد هذا راه جوج ثلاثه اربعه خمسه سته الوغ راه سي فراز هنايا عطيتكم فهمتوا تنتمنى ان الفكره تكون واضحه كتب لي في لي كومونتير شحال جبتي صحيح كتب لي في لي كومونتير شحال جبتي صحيح باش نشوف النيفو ديالكم واش راكم غادي مزيان ولا لو هذه غير البدايه باقي
جمل اخرى، باقي عبارات، باقي بزاف ديال الحوايج. كل مره غادي نحاول نوع لكم، كل مره غادي ندير لكم حاجه تقريبا. هادشي غادي نبدا نحطو كل نهار باش هكا تخدموا معايا à distance دي كور انتيراكتيف. اول مره غادي يكونوا يعني غير وجد لي راسك وغادي تتعلم هاد العام اللغه الفرنسيه ان شاء الله باذن الله كيف ما تعلموها اللي قبل منكم. حاجه واحده اللي تنطلب منكم هي تبارطاجيو لا فيديو باش تعمل فائده مع لا فامي ديالكم، لي زامي ديالكم وفي لونتوراج ديالكم. عجبني بزاف هذيك النتيجه اللي شفت ولا الريزولتا اللي شفت ديالكم ديال لي فراز كيفاش صوبتوهم. فعلا تبارك الله عليكم، كاينين اللي جاوبوا صحيح 100%، كاينين اللي داروا بعض الاخطاء، اي سيرتو الاخطاء اللي كانوا في لي برونون في الضمائر. هادشي علاش قررت ان شاء الله بان الدرس الثاني غادي نركزكم على واحد الضمير اللي هو مهم بزاف، وغادي نعطيكم دي فراز فيه، وهكا غادي تعلموا واحد الفاصون اللي هي زوينه، تعلموا الغرامير اي اون ميم طون تعلموا لا كومونيكاسيون. الوغ غادي يكون عندنا 6 ديال لي فراز، غادي يكون عندنا شحال؟ 6 ديال لي فراز، يعني 6 ديال الجمل. بغيتك تخلي لي في لي كومونتير تخلي لي شحال من جمله جبتي صحيح وبلا ما تغش بلا والو، راه تكسر. هادو دروس تفاعليه، يعني تنعطيك جمله باللغه العربيه، تنعطيك 30 ثانيه باش تترجمها. الناس اللي اول مره تيشوفوا تنشغلوا 30 ثانيه باش تترجمها، اي ابخي تندير انا التصحيح، عاوتاني تنعطيك لو دوزيام فراس، عاوتاني تنعطيك 30 ثانيه. انت تدير هكا نورمالمون تنخدموا في الاخر تكتب لي الريزلت، انت تتعرف راسك شحال جبتي. اتفقنا؟ ديما الامتحان غادي يكون على 6، اتفقنا؟ تتمنى لكم التوفيق وركزوا معايا وان شاء الله غادي تتعلموا بكل بساطه. الوغ اليوم ان شاء الله غادي نركزكم على واحد الضمير اللي هو مهم بزاف، كيتسمى برونون كومبليمون دوجي ديغاك. غادي نشرح لكم على السمينه هاد السميه هادي، يعني غادي نعطيك دابا جمله وغادي انت دير لي الترجمه ديالها بطبيعه الحال. هل ستشتري، هل ستشتري هذه الكتب؟ هل ستشتري هذه الكتب؟ هل ستشتري هذه الكتب؟ ديجا درنا هل، معناتها باللغه الفرنسيه هي اسكو. هل ستشتري، هنا لو فيرب عندي اللي هو اشتي، حاولوا تركزوا عرفوا اين الزمان، حيت بزاف فيكم باقي تيخطا في الازمنه، حاولوا تركزوا عرفوا اين الزمان باش ما تخطاو فيه ما حتى شي حاجه، اتفقنا؟ هل ستشتري هذه الكتب؟ حاولوا غير تركزوا بشويه عليكم. حاولوا تركزوا الله يخليكم باش تجيبوا ان شاء الله كل شيء صحيح. فوالا كي قلت لكم عندكم 30 ثانيه. هل ستشتري هذه الكتب؟ ركز معايا غادي نديروا ان شاء الله دابا التصحيح ديالها. هل هي اسكو اسكو ستشتري تو اسكو تو فا اشتي اسكو تو فا اشتي اسكو تو فا اشتي ces livres. Est-ce que tu vas acheter ces livres? هل ستشتري هذه الكتب؟ Est-ce que tu vas acheter? هنا عندي لو فيرب acheter في الفيتور، اتفقنا؟ نقدر نقول tu acheteras، مي حنا درناه مع لو فيرب آل. هل ستشتري هذه الكتب؟ هذا هو الجواب الصحيح. نعم سأشتريها. نعم سأشتريها، نعم سأشتريها. هنا خصك تدخل لي ضمير، خصك تدخل لي ضمير اللي تيعود على هذيك لها، اتفقنا؟ الوغ ركز، عندك 30 ثانية أو ثاني في هاد لا فراز هادي. إسكو تو فا أشتي سي ليفر؟ Est-ce que tu vas acheter ces livres? Voilà, qui vous coûte 30 secondes. Naam, ça achèterait, tu dis oui, ya naam, oui. Tu dis le verbe oui, ça achèterait. Alors, d'abord, le futur, tu dis je vais. Alors, oui, je vais. Rakiz naam. غنحط لو فيرب نحطو في الفيتور غنوريك شنو غادي ندير. عندي هنا اشتي اختي، ولكن ها انت وي جو في اشتي، هنا جو في اشتي ساشتري، ولكن انا بغيت نقولك بان ساشتري هذيك ذلك الكتب. هنا ترجعوا ركز معايا لواحد الطريقه اللي هي زوينه وغادي تعجبكم. ترجعوا لهنايا سي ليفر، هنا لي ليفر ها هما، عندي سي يعني عندي الجمع، يعني شحال واش ليفر واحد ولا جوج ولا ثلاثه ولا بزاف.
الوغ بزاف تنقولوا لي يعني هنا تنشي تنقولوا وي جو لي وي جو في لي اشتي الوغ نحاول نكتب باش نصغر باش نشوفكم باين Oui, je vais les acheter. Oui, je vais les acheter. Elle a même normalement là les livres. C'est ça? Parfait. C'est bien. Tu as dit que tu as dit هل ستشاهدون الفيلم هل ستشاهدون الفيلم هنا لو فار فوار ولكن فاش لو فار فوار عاوتاني في المستقبل انا دابا بسطت لكم هل ستشاهدون الفيلم هل طبيعة الحال هي اسكو انا تنسهل لكم لي فاز اللي غادي نعطيكم اليوم كلهم فيهم اسكو يعني سو سون دي كيستيون مالهم فيرمي يعني لا ريبونس ديالهم تكون يا اما بوي يا اما بنو اسكو كنت غادي نترجم عندكم 30 ثانية هل ستشاهدون الفيلم هنا راه جمع غادي نزيد تحاولوا بقات 10 ديال الثواني ركزوا غير شوية عليكم الوغ نديرو التصحيح هل هي بطبيعة الحال اسكو اسكو ستشاهدون لو فار فوار اسكو فو زالي فو زالي فوار هاد القضية ديال اللي تنشدو الفيرب تنخليوه نفسه في المستقبل تتشد لو فيرب تخليه نفسه وحط قبل منه لو فيرب الي في البريزون مثلا تنقول لك مثلا جو مونج دابا انا اكل الا بغيت نقول لك غادي ناكل تنقول لك جو في مونجي شديت غير لو فيرب الي حطيته حداه في البريزون وجدت حداه لو فيرب اللي باغي نعرضو في المستقبل وتنخليه نفسه جو في مونجي جو في روغ جو في فوار سارى تقرا مثلا جو في دانسي سارى جو في شونتي فهمتوا اللي تتمنى الفكره تكون بالكم Est-ce que vous, vous allez voir, est-ce que vous allez voir le film? Ou je dit, chauffe le film. Maintenant, là, là, l'an nous chahide. L'an Là, l'an nous chahide. Alors, 30 secondes, on dira. صحيح ديالو حاولوا تركزوا عندكم بزاف نعطيكم دي فراز اللي يقدر في تقريبا كل شيء يديرو برافو تبارك الله عليكم الوغ 30 ثانية دازت هنا راه كان نديرو غوكاردي مي سي ميو اننا نديرو لو فاب فوا فقلنا راه تيدير غوكاردي هنا هاد تشاهد راه بحال بحال كينايا راه هي اللي تنعرفو بانها فوا مي تشاهد راه نقدرو نديرو غوكاردي اللي بغيتي غوكاردي حيت باش نديرو شي ترجمة حرفية ما تنديرو بالمعنى نو لا اسكو قلنا لا لن نشاهدها نو نو هنا ركز معايا عطيكم ستة هنا لن نشاهدها يعني عندنا الجمع يعني لو فاب فواغ في الفيتور غادي نقول مثلا سنشاهد هنا لا لن نشاهد الوغ الا بغينا نقولو سنشاهد تنقولو نو زالون فواغ نو زالون فواغ نحطوها ونديرو النفي ديالها نو 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 زالون فواغ فواغ تتمنى تكون بين ركزوا معايا هنا غادي نقولو عندي ان او ان او تنحذف الاو تندير هاد لاكسون الوغ ركز معايا با هنا الا خليناها نو نو نالون با فوا لن نشاهد لن نشاهد ولكن انا بغيت نقول لك لن نشاهد اللي هو شنو هو هو لو فيلم الوغ هنا عندي فيلم لو لو تتجي لهنا وتتحط تنقولو الوغ تنقولو نو نو نالون با لو فوا الوغ هذا هو الدرس اللي بغيت نشرح لكم هنايا لي برونون كومبليمون دوجي ديريكت هاد لي برونون الا لاحظتو كومبليمون دوجي ديريكت كومبليمون الا لاحظتو فهاد لي فراز هادو هانتوما شوف Est-ce que tu vas acheter hein, le verbe Je trouve, le complément. J'ai directement appris le verbe. Il y a un complément d'origine direct. Alors, tenez, là, vient directement appris le verbe. Il y a un complément d'origine direct. Il y a un précédé par une préposition. Donc, la différence entre le complément d'origine direct et le complément d'origine indirect. Il y a un pronom, il y a le complément d'origine
ديغاي ساهلين بزاف. ركز معايا الا كان عندك دابا هنايا هذا سي هذا حيت الجمل الجمل تيكون عندي نورمالمون لي يعني تنجي تنحطها هنا هذا نورمالمون نقدر نقول لو فيلم ولا سو فيلم يعني غادي نجي نحط لو الا كان عندي لا تنحط عاوتاني لا هادشي اللي كاين في الضمير تنروبلاسي بهذيك الحاجه مثلا لو فيلم تنقول لا مثلا لا تيليفزيون تنقول لو فيلم تنقول لو لا تيليفزيون تنقول لا لي زونفون تنقول لي يعني تنروبلاسي بهذاك لارتيك تفقنا ولا تفقناش نتمنى الفكره تكون واضحه. شوف في هذا ليكزومبل الاخر اللي غادي نعطيكم غادي ندخلوا مؤنث دابا درنا مفرد مذكر جمع دابا غادي نشوفوا ان شاء الله المؤنث مثلا هل 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 سيشاهد التلفاز. ركزوا دابا هنا ما نديروش دابا نهضروا على التلفاز ما غاديش نديروا فوار غادي ندخلوا لو فيرب غوغاردي اتفقنا على حسب لي فيرب راتي تتبدل المعنى ديالهم على حسب الجمله. هل سيشاهد التلفاز الو راه هو في الفيتور لي فراز عطاتكم اليوم راه في المستقبل ودخلنا فيهم لي كومبليمونطو جي ديريكت. تتمنى الفكره تكون واضحه حتى بغيت نصعب لكم مره باش تستافدوا. ركزوا معايا حاولوا عندكم 30 ثانيه ضروري ما ديركمش هذاك الشيء بازيك عاوتاني راه قلتوا لي نتوما ديجا قلتوا لي بان سي ميو تبدا دير لنا دي فيديو يكونوا شويه بلو افونسي هادشي علاش غادي نصعب لكم يعني باغي تختبر راسك وباغي تتعلم فضرب عصفورين بحجره واحده اختبر راسك اون ميم طون تعلم صافي. هل سيشاهد التلفاز هو دابا راه هو الو نبداو الترجمه هل هي اسكو هو بالفرنسيه هي اسكو نورمالمون تتكون عندي او نخليوها هل سيشاهدو تتحذف او تندير هاد اللعيبه اسكيل اسكيل غارد لا تيليفيزيون اسكيل غارد لا تيليفيزيون اسكيل غارد لا تيليفيزيون هل سيشاهد اسكيل او صغار ركزوا اسكيل فا روغاردي حيت راه مستقبل انا راه نسيت اسكيل فا روغاردي لا تيليفزيون هل سيشاهد التلفاز نزيدكم نكملكم الفراز نعم سيشاهدها نعم سيشاهدها نعم سيشاهدها هيدو يلا عندكم 30 سكوند نتمنى انكم تكونوا جاوبتوا على اغلبيه ديال الجمل الصحيحه مي هذا راه اللي جاوب غير فوق جاوب على اربعه في هذا جاوب فوق من ثلاثه جاوب اربعه راه النيفو ديالو مزيان راه اللي جاوب غير اربعه صحاح في هذا راه النيفو ديالو مزيان يكون غير ما نقل ما حتى شي حاجه اعتمد على راسو راه النيفو مزيان. نعم سيشاهدها راه هو سيشاهدها يعني في الفيتور حاولوا نديروا الترجمه ديالها وي سيشاهدها ركز معايا ال فا لا روغاردي وي إل فا لا روغاردي هانتوما هادي هو هادي فا تتعود على هادي باش تردو في المستقبل وتندخلو هذا بحال هنايا هو هذا تيعود عليها وتندخلو هنا عاوتاني هو تيعود عليها وتندخلو هنا تفقنا ولا متفقناش ماشي شي حاجة لي صعيبة ولكن أو ميم طون ماشي شي حاجة هنا ملي جبنا هاديك لا هاهي لا هي اللي حطينا هنا رومبلاصات لي شنو رومبلاصات فعاوتاني نقولك وي إل فا وي إل فا روغاردي لا تيليفيزيون جبتها رومبلاسيتها تفقنا ماشي شي حاجة لي صعيبة كيف قلت لكم ماشي شي حاجة لي سهلة هادشي تيجي بالتمرون تيجي بالضبط الأساسيات ديال اللغة الفرنسية هادشي اللي تنقول لكم إلا بغيتي تتعلم لا لونغ فرونسيز راه سي ميو أنك تضبط لا كونجيزون تضبط الكغامار تضبط شوية ديال لورتوغراف وهكا إن شاء الله غادي تأفونسي في لابونتيساج ديال هاد لا لونغ باغ كونتخ إلا بغيتي غير تحفظ دي فراز واش أنا غادي نقول لك هاد الجملة غادي تعرفها وأنت حافظها ميمكنش ميمكنش راه خاصك تبنيها انا تنتمنى انكم تعلموا تبنيوا لي فراز تعلموا غير بشويه بشويه هذاك الشيء بشويه ديال القواعد شويه ديال الكونجيزون شويه ديال لي تار شويه ديال لي زيكسبريسيون وتتبقاو غاديين في لو بون شومون باش تعلموا هاد لا لونغ راه ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه مي اون ميم طون ماشي شي حاجه اللي هي سهله يعني تطلب منك واحد لي فور اللي خصك ديرو شاك جو بحال اللي تتريني خصك تريني كل نهار باش تحافظ على لا كونديسيون فيزيك ديالك. تتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم حاجه واحده اللي تنطلب منكم هي تبارطاجيو لا فيديو انا حيت انا متاكد بانكم غادي تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وغادي يستافدوا ان شاء الله الناس اخرين الا تبارطاجاو وشافوا لا فيديو. الدرس ديال ان شاء الله هو الدرس رقم 3 في السلسله ديال تعلم التواصل بالنسبه للمستوى المتوسط. عجبكم بزاف هاد لي كور انتيراكتيف يعني الدروس التفاعليه هادشي علاش غادي نستمروا فيهم وغادي نبقاو نعطيكم ان شاء الله معلومات وطرق اللي هي جميله باش تعلم تكونيكي تو سامبلومون في لي ديفيرون سيتياسيون دو لا كومونيكاسيون. الوغ كل درس نحاول نعطيكم تندخلوا فيه قواعد ديال اللغه اي اون ميم طون تندخلوا فيه لا كومونيكاسيون حيت البروبليم اللي عند بزاف ديال الناس فيكم هو التواصل هادشي علاش نحاول نسهل لكم هاد الحاجه باش كلكم تستافدوا ان شاء الله وتعلموا ما تبقاش عندكم اشكاليه. حاجه واحده اللي تنطلب منكم هي تبارطاجيو لا فيديو باش ان شاء الله كلشي يستافد.
والناس اللي اول مره غادي تشوف هاد لا فيديو هذا هاد الدروس هذه هي دروس تفاعليه يعني تنعطيك وانت تتجاوب تنعطيك السؤال وانت تتجاوب ابري تندير التصحيح وفي الاخر تكتب لي في لي كومونتير شحال من جواب جبتي صحيح هكا باش نشوفكم واش راه مزيان ولا باقيو فين عندكم الاشكاليه الحوايج اللي جاكم صعاب ولا ما فهمتوهمش تقدروا تقولوهم لي حتى هما في لي كومونتير باش حتى هما ندير عليهم درس خاص اتفقنا الوغ نبداو على بركه الله باش ما نطولوش في هاد الكونيكسيون فوالا اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا الدرس بحال بعد الدرس رقم 2 شفنا لي برونو كومبليمون دوبجيديال ودرناهم في اسئله ودرناهم في اجوبه هكا باش فهمنا القاعده بواحد لافاسون اللي هي زوينه وجديده ما كايناش الوغ هنا ديما خص يكون الابتكار طار طوق التعلم خص الانسان ديما يقلب ويكون كرياتيف باش يحاول يعطي واحد اللمسه ولا واحد الاضافه للناس حيت هذوك الطرق القديمه ما استفدوش منهم بزاف ديال الناس الوغ ركزوا معايا الله يخليكم دابا ان شاء الله الدرس ديال اليوم غادي نشوفوا واحد القاعده ولكن في نفس الوقت غادي ندخلوها في التواصل ركز معايا غادي نعطيك سؤال غادي نعطيك 30 ثانيه وغادي تجاوب عليه غادي نبداو بالسؤال الاول اين كنت بالامس الوغ هذا هو السؤال الاول اين كنت بالامس عندكم 30 ثانيه حاولوا تجاوبوا لي عليه وقفوا لا فيديو نتوما الا بغيتوا حاولوا تجاوبوا لي عليه باش نديروا بصح ديالو اين كنت بالامس هنا عندي اداه ديال الاستفهام هنا كنت وهنا بالامس راه باينه شنو هي اين كنت بالامس فوالا عندكم 30 ثانيه كيف قلت لكم باش ديروا الصحيح ديالو برافو تبارك الله عليكم الوغ اين شنو هي اين واحد البرون انتيروغاتيف تنحاولوا نستعملوه باش في الاستفهام هو او حاول نكتب الازرق باش يجيو مختلف في الاسئله عندنا شويه او راه كاينه او وكاينه او اين كنت هنا لو فيرب اتر ركز معايا هنا راه هذا لو فيرب اتر حيت الفعل كاينونه لو فيرب اتر في لامبارفي يعني ما ديرليش شي حاجه اخرى من غير لامبارفي الا درتي من غير لامبارفي درتي باسي كونكوزي راه خطا هنا كنت بالامس يعني هنا عندي واحد المده كنت بالامس او نقدروا نكتبوها بجوج ديال لي فاصل او ايتي tu ou bien نقدروا نقولوا او tu étais اللي كتبتيها صحيح او ايتي tu l'inversion sujet ou bien او tu étais ou بالامس هي hier voilà هذا هو السؤال ديالي او ايتي tu hier ou bien او tu étais hier جوج صحاح نديروا دابا الجواب ديالها دابا ركزوا معايا هادشي اللي تنقرا لكم راه خصك تفهم واحد الحاجه راه الجمهور تهضروا باش تحفظهم تنعلمك كيفاش ديرهم وانت غادي تولي تتبدلهم نقدر نقول لك اين كنت بالامس اين كنت في الصباح اتفقنا اين كنت في الاسبوع الماضي اين كنت في السنه الماضيه يعني راه تيتبدلوا اتفقنا يعني هاد الحوايج راه تيتبدل يعني من جمله واحده تقدر تخرج عشرات الجمل خصك غير تكون ذكي واحد شويه اين كنت بالامس كنت عند عمي كنت عند عمي الو كنت عند عمي مادام سولت اين كنت خاصك تجاوب انت كنت يعني طبعا حال اين فيرب اتر فاش طبعا تحل في لامبارفي ديما السؤال فاش يتسولني في شي زمن خصني نجاوب بهذاك الزمن اللي تسولني فيه هذه عقلوا لي عليها مزيان الله يعطيكم الصحه وفاش يتسولني اين الجواب خصو ضروري يكون شنو مكان راه اللي متبع معايا غادي يفهم هاد الحوايج وديجا شرحناهم يعني غادي نحاول نجاوب عليه اين كنت بالامس كنت هو لو فاب اتر في لامبارفي جيتي عند هي شي عمي هنا عمي يعني هنا يا عمي يعني هنا ادجيكتيف بوسيسيف مون اونكل جيتي شي مون اونكل كنت عند امي جيتي شي ما طونت كنت عند خالتي جيتي شي مي بارون كنت عند ابوي جيتي شي مون فرير كنت عند اخي جيتي شي ما سور كنت عند اختي يعني تقدر دير بزاف ديال الجمل بطبيعة الحال من جملة واحدة اتفقنا هذا هو الأهمية اللي عندي في هادشي ندوزو لا تخوازيام فاز أين أنت الآن الآن أين أنت الآن فينك دابا أين أنت الآن إلا لاحظتوا أين ديجا درناها ديما تدخل لكم واحد الحاجة باش تبقاو تعاودوها في نفس بحال تايسكو ديك المرة اتفقنا عاوتاني دابا عندنا أين أنت الآن أين هي بطبيعة الحال؟ أو أنت الآن 30 ثانية نحاول نديرو التصحيح إن شاء الله أين أنت الآن؟ أين أنت الآن؟ فوالا نحاول نديرو التصحيح أين أنت؟ أين أو هنا أنت هنا عاوتاني لو فيرب إتر
mais fais في le présent. دابا تنهضرلك على دابا الان. هنا تنقولوا je suis tué. Tu es où tu es. ولا تنقلبوها où es-tu. تفقنا؟ نقدروا نقولوا où tu es. الان maintenant. Maintenant. Voilà. ولا هذه نقدروا نديروا لها où es-tu. L'inversion sujet. Où es-tu maintenant. تفقنا؟ تتمنى الفكرة تكون واضحة. هنا أنت يعني لو فيرب إتر في البريزون. دابا تنهضرك على الآن. أنا في العمل. أنا في العمل. أنا في العمل. عندكم 30 ثانية. أنا في العمل. ديما لو فيرب اللي تسولني هو اللي تنجاوب به. تسولني بلو فيرب إتر غادي نجاوب لو فيرب إتر. تسولني في لو فيرب إتر في البريزون غادي نجاوب لو فيرب إتر في البريزون. يعني كون ذكي كون ذكي راه تيخصو غير شوية ديال التركيز باش تفهم. أين أنت الآن؟ أنا في العمل. عندكم 30 ثانية كنقول لكم، هذا الشيء راه ساهل دابا تنحاولوا مرة صعيب مرة سهل مرة صعيب مرة سهل باش تحاولوا تمشوا معنا في الريتم اللي هو هذا. ألوغ نحاولوا نجاوبوا عليه. أنا جو سوي في العمل، جو سوي أو ترافاي. عاد نقول لك جو سوي أ لو ترافاي، أ بلوس لو شنو تتساوي لو أو ترافاي. تقنع جو سوي أو ترافاي. حاولوا تقيدوا غادي ندوزو لا كاتريام فراز. اين ستكون غدا صباحا. اين ستكون غدا صباحا. هنايا ستكون يعني الكينونه ولكن فوقاش واش دابا نو خاصك انت تركز وعارف. اين ستكون غدا صباحا. عندكم 30 ثانيه. اين ستكون غدا صباحا. عندكم 30 ثانية. بارفي نديرو صحيح. أين هي أو ستكون هنا لو فيرب إتر فاش في الفيتور. برافو اللي قال الفيتور ولا اللي عرف الفيتور راه برافو. هاد ستكون عاد غادي تكون. هانتوما إلا قلت لك دابا راه البريزون. كنت راه لامبارفي اتفقنا. ولا درت راه هادي نورمالمون باسي كومبوزي. غادي ندير ولا غادي نكون هنا لي فيتور اتفقنا. حاولوا تعقلوا على هادي. أو هنا نقدروا نكتبوها بجوج ديال الطرق. هنا نقدروا نقولوا أو tu seras demain liya gadan matin liya sabah ou tu seras demain matin qadran nqulu ou tu vas être. هنا قلنا باننا نقدروا نستعملوا لو فيرب الي تنخليوه في البريزون تزيدوا حدا لانفينيتيف ديال لو فيرب باش هذاك لو فيرب تيتابليكا عليه الفيتور بروش. تقنا ولا تقناش هي او tu vas être. يعني لو فيرب اتر لو فيرب انا ستكون حيت هذا المستقبل. كاين هذه القاعده يعني اللي كتب هذه ولا هذه بجوج مصحاف. او tu seras demain matin. او tu vas être demain matin. يعني اللي كتبهم مصحاف. اين ستكون غدا صباحا. ساكون في المنزل. ساكون في المنزل. تقرا حاولوا عندكم 30 ثانية. سأكون عاوتاني هنا راه باينة في إنما زمان. راه قلت لكم ديما الزمان اللي كيتسولك هو اللي تتجاوب به. ما تجيبش تفلسفش كيف تنقولوا. الزمان اللي سولك فيه سولك في البريزون جاوبوا في البريزون. سولك لا بارفي جاوبوا في سولك في الفيتور جاوبوا في سولك باسي كومبوزي جاوبوا بهذا. باش ما سولك جاوبوا تفلسف راه غير تفرج عليكم غادي تخليك الثاني. سأكون في المنزل. برافو. الوغ نحاول نجاوب. جو كاينين جوج طرق نقدر نقول جو سوري. تفقنا جو سوري à la maison. Je serai à la maison. Ou bien en anglo, je vais être. Je vais être. Le verbe être, le verbe aller, présent, yeah, plus infinitif. Les voix le verbe être. شنو تابليكالي يعني لو فيرب اتر في المستقبل يعني هادو غير قواعد خصكم ولا قوالب خصكم تعرفوهم وتبداو تتجاوبوا. الوغ Où tu seras demain matin? Je serai à la maison. Où étais-tu hier? J'étais chez mon oncle. Où tu es maintenant? Je suis au travail. Alors, ce sont des phrases les moins simples, mais خصك تركز. ومن الجملة كل جملة نقدر نردها عشرات الجمل. يعني أنا ماشي راه العبارة كيف تنقولوا العبارة ماشي هي غادي نعطيك جملة تحفظها. نو خصني نعلمك جملة كيفاش ديرها باش تبدلها باش تولي كابابل أنك تبدلها تو سامبلومون تقدر تعبر
اي موقف كنتي ديال التواصل. تنتمنى الفكره تكون بعدكم، خليوا لي شحال جبتهم الجمله، تنتمنى انكم تكونوا جبتهم بالصحاح، تنتمنى الصراحه انكم تكونوا جبتهم بالصحاح. وما تنساوش تخليوا دي لايك ولا لي جيم اي اوسي تبارطاجيو لا فيديو مع لا فامي ديالكم، مع لي زامي ديالكم وفي لونطوراج ديالكم. لازم نديروا واحد لي فور باش كلكم تستافدوا غراتس. بارطاجيو لا فيديو، ما فيها باش تاخذ لو ليان تمشي للفيسبوك تمشي للواتساب بارطاجي لا فيديو، قول لها الاستاذ يشرح دروس، قول لها داكشي اللي انت فهم اللي جاك، اما تشرح مزيان اما تشرح خايب، المهم غير قول لها داكشي اللي جاك. بارفي، الو غادي نبداو. على بركه الله نهز لي ماركور باش نكتب. ركزوا معايا الله يخليكم. درس اليوم ان شاء الله غادي يكون ان بو سبيسيال، حاول تركز معايا. ديما موالف تنعطيكم دي كيستيون جمل وانتم تترجموا. غادي نبداو باول جمله هي باللغه العربيه، نسيت نكتبها لكم. ما هذا؟ ما هذا جمله بسيطه جدا هذه. ما هذا؟ الوغ عندكم 30 سكوند، حاولوا تجاوبوا عليها باش تشوفوا الفكره اللي غادي نخدموا بها ان شاء الله. جاوبوا على هذه، هذه جمله عاديه، عندكم 30 ثانيه. ما هذا؟ ما هذا؟ فوالا. وهذا الشيء حاولوا تخدموه، انا تنوريكم البدايه نتوما كملوا من عندكم. وهادو هما لي ميثود باش نخدم مع الناس بالفلوس نورمالمون، هادوك اللي تيقراو عندي بطبيعه الحال. الوغ الا كنتي انتريسي من الاخ في الاول ديال الشهر ولا في الاخر ديال الشهر، تقدر دابا في الاخر ديال الشهر الجاي ان شاء الله تقدر تواصل معايا. راه تندير انونس بالناس اللي باغيين يقراو معايا، يقراو في الخاص هنا باش تتعلموا. هانتوما تشوفوا هنا تنعطيكم كيلكو زيكزامبل، هادشي راه غير شويه من بزاف، اما الناس راه تدخل تتولي مزيانه. الوغ ما هذا تنقولوا اون فرونسي، تنقولوا Qu'est-ce que c'est? Alors, دابا انا بغيت ندير الجواب. الجواب انا ما غاديش نقولو، انا غادي نخليك انت تقولو. مثلا شي واحد قال لك Qu'est-ce que c'est؟ تشوف شنو تتشوف هو اللي غادي تجاوب. Qu'est-ce que c'est؟ جاوبني عليه. اكتب لي شنو هادشي. ما هذا؟ شنو هذا؟ اتفقنا؟ جاوبني عليه. Qu'est-ce que c'est؟ جاوبني عليه. عندك 30 ثانية، جاوبني على شنو شفتي. اتفقنا؟ شنو شفتي جاوبني عليه. Qu'est-ce que c'est؟ عندك كيف قلنا 30 ثانية، جاوبني على شنو شفتي. هادشي اللي شفتي حاول تجاوب عليه، ماشي شي حاجة اللي هي صعيبة. بارفي. الوغ هادشي اللي شفنا شنو هما؟ هما ستيلوات. الوغ تنقولو عندي شحال؟ عندي واحد ولا جوج ولا بزاف؟ عندي كثر من واحد. تنقولو سو سون. كيسك سي سو سون دي ستيلو. سو سون قال فاش يكون عندي جاب تنقولو سو سون دي ستيلو. تعوقنا؟ نعاودو عاوتاني. ما هذا؟ طبعا حتى دابا عرفتوها. كيسكو سي. بارفي. دابا غادي نبدلكم. كيسكو سي. عندكم 30 ثانيه. كيسكو سي جاوبوني. كيسكو سي هذه ساعه الوغ باينه. كيسكو سي عندكم 30 ثانيه، حاولوا تجاوبوني على شنو سولتكم انا ولا شنو شفتي نتايا. 30 ثانيه. كيسكو سي عندكم 30 ثانية، حاولوا تجاوبوا باش نقول لكم الدرس ديال اليوم غادي يعجبكم. فوالا، الوغ شنو شفنا؟ شفنا ساعة. الوغ غادي نقولوا سي C'est une montre. إنها ساعة. Qu'est-ce que c'est? C'est une montre. عاوتاني عندي سؤال آخر. ما هذا؟ ألوغ شنو هي ما هذا؟ خصك دابا تولي تنطفي. Qu'est-ce que c'est؟ دابا السؤال اللي غادي نسولكم هذا. Qu'est-ce que c'est؟ عندكم 30 ثانية. هاو. Qu'est-ce que c'est؟ عندكم 30 سكوند، حاولوا تجاوبوني على شنو شفتو اكزاكتومون.
ما هذا؟ شنو شفتي؟ Voilà, 30 secondes. Qu'est-ce que c'est? Hadouk nadarat. Ok, le mendi, je vois, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai حاولوا تعقلوا عليها كيفاش تنطق وكيفاش تكتب كيسكو سي فوالا عندي هذا كيسكو سي كيسكو سي كيسكو سي فوالا كيسكو سي عندكم 30 ثانية كيسكو سي كيسكو سي عندك 30 ثانية حاول تجاوبني كتب لي داكشي يكون صحيح شنو شفتي في هاد لا فوتو ولا في هاد الشيء اللي وريتك انا دابا فاش تبغي تسول على شيء تتسول بكيس كو سي ما هذا فاش تبغي تجاوب على هذاك الشيء يقدر يكون بجوج ديال الحالات يقدر يكون ركز معايا يقدر يكون مفرد يقدر يكون جمع فاش يكون مفرد نقولوا سي وتنزيد وحده مثلا سي ان اورديناتور سي اون مونتر هنايا عندي مفرد قلت لك كيس كو سي سي اون مونتر كيس كو سي سي ان ستيلو كيس كو سي سي ان اورديناتور هنا عندي الجواب عندي مفرد عندي غير واحد Par contre, si on a dit jamais un goulot de job, ce sont des idées. Par exemple, qu'est-ce que c'est? Ce sont des stylos. Ce sont des stylos. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des lunettes. Qu'est-ce que c'est? Ce sont. C'est goul, chnou. Je fais une le fais une C'est goul, chnou, mais de goul, hawaïch. Il a qu'un indéclement frat, arkezmaï. J'aimerais une soule, elle est chez. Akal. Chez, c'est un soule, qu'est-ce que c'est? J'aimerais une job où il a qu'un mot frat, un goulot, c'est. تنزيد وحدها شنو بغينا هاي سي تنزيد وحدها شنو بغينا باش يكون عندي جمع تنقولوا سو سون تنزيد وحدها شنو بغينا صافي هذه القاعده ديال اليوم وهذا الشيء اللي بغيت نوريك يعني حوايج بحال هكا اتفقنا حاول تركز على داك السر حاول تخدم هاد الحوايج حاول دابا في البيت ديالك ولا في الشومبر ديالك ولا في العمل ديالك ولا في اي بلاصه سول راسك وجاوب راسك والحاجه اللي باقي ما تعرفهاش شنو تعني اكزاكتومون مثلا هذا طابلو مثلا هذا بروس مثلا شنو مثلا في شنو حدايا مثلا هذا كاسكيت اتفقنا ولا ما اتفقناش مثلا شنو حداك انت قول مثلا ميور هذا حائط اتفقنا مثلا هذه لامب مثلا شنو حداك بورت اكسيتير هذوك الحوايج مثلا انت تقول سي تو لامب سي ان مثلا سي مثلا سي اون كاسكيت تتقول شنو حداك ولا هذوك الحوايج اللي تخدم بهم هكا والحاجه اللي ما فهمتيش تدخل تقلب على معناتها وتتشركها تسردها في جمله نتايا راسك هادو هما الافكار هادو هما الفكرات شي كيفاش خصك تخدم هادو سو سون دي ميثود ايفيكاس بور ابروندر نيمبورت كي لونغ ماشي غير لا لونغ فرونسيز راه كيف قلنا راه هاد لي ميثود تخدم بهم تتعلم بزاف ديال اللغات ماشي غير لا لونغ فرونسيز هاد الدروس اللي تنقراكم في لا كوميكاسيون ماشي غير في اللغه الفرنسيه راه تقدر تخدمهم في اللغه الانجليزيه تقدر تخدمهم في الاسبانيه في الالمانيه في الشينويه في اي لغه كيف ما بغات تكون سو سون دي ميثود ايفيكاس تيتقراو في مدارس عليا ما تيتقراوش في بلايص عاديه باش نقول لكم الصراحه حيت تعطيو ريزولتا في المده القصيره ولا في الزمن القصير ما تحتاجش مده طويله يعني الشخص يجي في 3 موا يقدر يبدا يكومونيكي تو سامبلومون ما تبقاش عنده هذيك لا ديفيكولتي او نيفو ديال لا كومونيكاسيون اتفقنا ما تبقاش عنده تولي عنده لا كونفيونس ان سوا تيولي خونا كيف تنقولوا ديما موتيفي بو ابروندر لا لونغ فرونسيز او بيان نابورت كو لونغ سي بور سا هاد هما الحوايج اللي خصك تابليكيهم ايل فو ابليكي دو شونس pour l'apprendre باش تاخذ الحاجه خصك تابليكيها تطبقها هادشي اللي بغيت نوصل لكم لا فيديو ديال اليوم سمحوا لي الا توترت في الاخر غير تنبغي نوصل لكم الفكره حيت بزاف ديال الناس تحاول تبارطاجي معاهم تسهل لهم وهما راسهم قاصح تيقول لك هادشي صعيب ما صعيب حتى شي حاجه صعيب الا درتي انت في راسك صعيب الا وهمتي راسك بان الحاجه صعيبه عاد تكون صعيبه مي باغ كونتر الا درتي بان هذيك الحاجه راها بوسيبل الوغ راه سي بوسيبل انك دير هذيك الحاجه باغ كونتر الا قلتي امبوسيبل راه العقل الباطني ديالك قال امبوسيبل يعني راه امبوسيبل غادي توصل لواحد الريزلت فيها هادشي اللي تديك صعيب وفاش تيجيك شي واحد تيدير شي
حاجه ديك الحاجه انت اللي جاتك صعيب تقول واو ما نعرف كي دارها. هو راه غير خدم واجتهد وابليكا الحوايج. هذا ما كاين. بغيت سؤال مثلا غادي نقول لك كانت عندك سيارة حينما كنت في فرنسا. مثلا كانت عندك سيارة حينما كنت في فرنسا. أنا بغيت نستعمل أداة هل، بغيت نجاوب نسولك نيشان. كانت عندك سيارة حينما كنت في فرنسا. كانت عندك سيارة حينما كنت في فرنسا. ألوغ هنايا عندكم 30 ثانية أبخي غادي نشرح لكم شنو درنا هنا إكزاكتوم. سمحوا لي على الخط حيت هذا هو الخط في السبور وتنعرفش نكتب مزيان، وسالت الخط ديالي حتى نكتب شوية بالزربة. كانت عندك سيارة حينما كنت في فرنسا. راه كاع الناس اللي تيكونوا قراو في التعليم العالي تتلقى الخط ديالهم ماشي هو هذاك. علاش؟ حيت تيكون البروف تيدوي وتيشرح وانت تاخد دي نوت، فهمتوا؟ هادشي علاش دابا الناس اللي تيقراو في الطب وهادشي تتلقى الخط ديالهم تما عيان. علاش؟ كاع اصحاب التعليم العالي خطهم عيان. حتى يكون الاستاذ تيشرح وانت تتقيد، ماشي تيعطيك دي بوليكوب، تيكون تيشرح وانت تتقيد تدير لي نوط، تنوطي هذوك الحوايج، يعني هو راه تيدوي وانت تتكتب، يعني كيفاش تتكتب؟ تتكتب بالزرابط كيف تنقولوا، ولكن انت باش تقرا تتفهموا. راه كاع الناس اللي يكونوا قارين دوزوا التعليم العالي غادي يفهموني فاش غادي يشوفوا الخط ديالي، غادي يهضروني، اما الناس اللي مساكن ما عارفينش يحسبوا هذا هو خط تيقولوا هذا تيكتب هكا. الوغ نبداو على بركه الله نديروا التصحيح. كانت عندك سيارة حينما كنت في فرنسا. كانت عندك سيارة حينما كنت في فرنسا. هنا كانت عندك، اسمحوا لي نروح هذه الكلمه، كانت عندك سيارة حينما كنت في فرنسا. هنا عندك، هنا الوغ كاين الملكية. الملكية يعني تنخدم لو فيرب افوار، ولكن انا قلت لكم فاش يكون عندك كان شنو تدير في لو فيرب؟ في لو فيرب كيف ما بغا يكون، فاش تبغي تصرفو تديرو في لام بارفي. في لام بارفي الوغ هنا لو فيرب افوار في لام بارفي تنقول لك tu avais. tu avais كانت عندك. tu avais كانت عندك. توقنا؟ الوغ سيارة une voiture. كانت عندك سيارة هي tu avais une voiture. حينما، حينما هي عندها علاقة بالزمن، هي quand. quand en français. quand. quand. كنت في فرنسا. هنا كنت، هنا لو verbe être هو كن، كان يكون شنو؟ l'imparfait. alors quand tu étais en France. quand tu étais en France. هنا بما ان البلد بما ان البلد مؤنث تنديرو اون، فاش يكون البلد مذكر تنديرو او ا او. اتفقنا؟ هادو حوايج ديجا شرح الدروس. alors tu avais une voiture quand tu étais en France. اتفقنا؟ alors هنا سولتو، الا ما كتبتيش بحال هكا راه عندك تتحسب شي جمله صح. غادي نجاوبو نعم كانت عندي واحده. نعم كانت عندي واحدة. هنا تفادينا التكرار، مبغيناش نقول لك نعم كانت عندي سيارة حينما كنت في في فرنسا، مبغيناش نديرو التكرار، خصنا نتفاداو التكرار. يعني هنا خصك تدخل ضروري واحد البخون. يلاه 30 ثانية. tu avais une voiture quand tu étais en France. نقدرو نقولو quand tu étais en France. tu avais une voiture فاش كنت في فرنسا كانت عندك سيارة. الوغ كي قلتكم عندكم 30 ثانية، حاولوا زادو الله يخليكم باش نديرو إن شاء الله جمل أخرى. غير شويه ديال التركيز، هادشي ساهل، غير خصك شويه ديال التركيز. نديرو التصحيح. الوغ وي وي حيت ما عنديش فين نكتب انا، نكتب هنا وي نعم كانت عندي. وي جافي، ركز معايا غنشرح دقة بدقة ندير لكم واحد الحاجة. جافي كانت عندي اون فواتور. ركز. وي جافي اون فواتور. هنا درنا التكرار، قلت لك tu avais une voiture quand tu étais en France. درنا التكرار ديال هادي مع هادي. انا بغيت نحيد هادي، باش نحيدها تندخل واحد البرونو، واحد البرونو اللي تنهضروا فيه على لا كونتيتي، واحد الضمير تنستعملوا فاش نبداو نهضروا على لا كونتيتي، على الكميه، واحد جوج 10 20 شويه بزاف، اللي هو البرونو اون. البرونو اون، البرونو اون تيجي ديريكتومون على السوجي. وي الوغ تنقولوا نخليو هادي ازرق. وي تنقولوا Oui, je n'avais. Oui, je n'avais une. Oui, je n'avais une. نعم كانت عندي واحدة. كي اللي يكتب عاوتاني وي جو لافي، يدير تا ال تا هي هنا تقدر تجي، تا قلنا تا هي تقدر تجي، هنا حيت هنا غيتسمى برونونت كومبليمون دوبجي ديريكت، حيت هذا راه برونونت كومبليمون هانتوما سوجي فيغ كومبليمون دوبجي ديريكت، نقدر نروح بلاصيتو هذا، تا قلنا نقول لك وي جو لافي اون. الوغ علاش؟ حيت كومبليمون دوبجي ديريكت ما
نقدروا برونو كومبليمون دونجي ديريكت نقدروا رومبلاسيو بلو ولا بلا ولا بلي ديجا درنا هذا الدرس وقيلا في الدرس الثاني اللي بقيت حق في الحلقه الثانيه. تنتمنى الفكره تكون واضحه وتنتمنى تكونوا درتوا هاد الحوايج هادو لعطيكم بزاف حسنا نتفاداو ديما التكرار في الجمل ديالنا باش تبان هذيك اللغه ديالنا لغه زوينه. غادي ندوزو لا ثوازيام فراز مثلا غادي نقول لك مثلا عندكم اسئله اخرى عندكم اسئله اخرى عندكم اسئله اخرى فهمتوا واش عندكم اسئله اخرى الو هذا سهل نتمنى انكم تجاوبوا عليه سهل عندكم اسئله اخرى عندكم اسئله اخرى عندكم اسئله اخرى فوالا غادي نديرو هذا التصحيح عندكم اسئله اخرى غادي نقولوا عندكم هنا عندكم عاوتاني لو فيرب افوار ولكن فاشل دابا في البريزون نديرو avez-vous d'autres questions avez-vous d'autres questions عندكم اسئله اخرى نقدروا نقولوا est-ce que هل لديكم اسئله اخرى est-ce que vous avez d'autres questions ولا او بيان نقدروا نقولوا avez-vous d'autres questions صافي كلا ساهله ماشي شي حاجه اللي صعيبه هذه نعم عندنا نعم عندنا صافي بارك الله سهل لكم نعم عندنا نعم عندنا سهلة هادي ماشي شي حاجة صعيبة أفيفو دوطخ كيستيون أفيفو دوطخ كيستيون الوغ ركز معايا دابا بغينا نجاوبو على هادي ركز في الجواب خاصك تولي تتفهم هاد الحوايج مثلا وي أنا سولني فو خصني نجاوب بنو اتفقنا نو شنو عندي أنا هنا لو فيرب أبوا نو زافون وي نو زافون هنا نقدر نجاوب بطريقة البسيطة أفيفو دوطخ كيستيون وي نو زافون دوطخ كيستيون ولا نديرو دوطخ نعم عندنا اخر ولا عندنا حوايج اخرى عندنا اسئله اخرى نقدروا نجاوبوا بواحد الطريقه اللي هي بسيطه هنا راه عندي كونتيتي يعني نقدر ندخل شنو هو البرونوم اون يعني غادي نجيب اون هنا وي نو اون افون وي نو اون افون وبلا ما ندير هاد دوطخ وبلا ما نديرها كاع في مره اتفقنا يعني هاد الطريقه هادي هي زوينه وي نو اون افون مثلا دو نقدروا نزيدو دو نعم عندنا سؤالين مثلا اتفقنا كاين هنا بزاف ديال الاجوبه هنا كيف ما درتي غادي يكون عندك صحيح نعم عندنا نقدروا نجاوبوا بزاف ديال الطرق ماشي طريقه واحده باش ما ندخل لكمش المجال مغلوق ماشي طريقه نقدروا نجاوبوا بزاف بغيتي دير برونو اون بغيتي ما تجاوبش برونو اون اتفقنا وي نو زافون دو تخو كيستيون وي نو زافون تخوا كيستيون وي نو زافون مثلا اون تعقل يعني ساهله هنا تقدر تجاوب باش ما بغيتي ماشي بحال هذه الجمله هذه باينه كاين عندها جواب واحد هذه فيها بزاف ديال الاجوبه جاوب باش ما بغيتي الوغ ندوزو لا شحال لا سانكيام فراز مثلا سيكون عندك 30 سنة في السنة المقبلة سيكون عندك بحال بالدارجة غادي يكون عندك 30 عام العام الجاي ولا العام الجاي غادي يكون عندك 30 عام الو هنا هاد السنة المقبلة تقدر تحطها في الأول ولا تحطها في الأخر فيما درتيها صحيح ماشي مشكل ديما هادشي اللي تكون عنده علاقة بالزمن تقدر تحطو مثلا إيار دوما أجوردي تقدر تحطو يا إما في الأول ديال الجملة يا إما في الأخر ما تتبدلش المعنى ديال الجملة تتبقى نفسها يعني سيكون عندك 30 سنة سيكون عندك 30 عاما في السنة المقبلة هنا نورمالمون عام في السنة المقبلة مي سي با كراف نحمل هذا ديما دروس ديال الفرنسي عندكم 30 ثانية سيكون عندك 30 عاما في السنة المقبلة الو نجاوبو هنا عاوتاني عندك ولكن هنا سيكون عندك يعني سيكون يعني الفيتيغ ديال اين فارب ديال لو فارب افوار برافو تبارك الله عليك الو نديرو حنا هاديك الاولى لاني بروشان
l'année prochaine, on dit prochain, on dit prochaine, علاش حيت l'année raha féminin. Alors l'année prochaine, afwan, tu auras, le verbe avoir, on dit j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Tu auras 30 ans. Ça l'année prochaine, tu auras 30 ans. Ou là, tu auras 30 ans l'année prochaine. L'église a dit, il m'a dit l'année prochaine, il ou là, il m'a ماشي مشكل نعم سيكون ولا نديرو لا حنا درنا فيهم كلهم نعم هادو لا نو لا سيكون عندي 29 عاما فوالا سيكون عندي 29 عاما لا سيكون عندي 29 عاما السنه المقبله سيكون عندك 30 بحال شو بغيتي تسول قلت له العام الجاي غادي يكون عندك 30 عام قال لك لا العام الجاي غادي يكون عندي 29 عام هادو اللي تنشرح لكم هاد لي فراز ولا هاد الجمل اللي تنشرح لكم راه ماشي بغيتكم تحفظوهم راه منهم تقدر تخرج عشرات الجمل دابا مثلا في الجمله الاولى كانت عندك سياره حينما كنت في فرنسا نقدر نقول لك كانت عندك دراجه حينما كنت صغير تفقنا كانت عندك دراجه حينما كنت صغير غادي نشدوها غادي نقولوا جو افي une bicyclette quand tu étais petit سهله ما درناش حاجه اللي هي جديده هاد الاساسيات يبقاو تقرا وشنو تيتبدل تيتبدل هادوك الحوايج اللي غادي نزيدهم جداد سياره منزل صديق صديقه اخ اخت يعني هادو هما الحوايج اللي تيتبدلوا غادي ندوزو لهنا سيكون عندي لا نون نون سيكون عندي سيكون عندي غادي يكون عندي جوغي 29 ans. L'année prochaine. Alors, je vais vous donner un petit peu de temps. C'est une nouvelle fois que vous avez dit 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 بالافعال يعني حاجه بسيطه جدا انا كل درس نحاول نشرح لكم قاعده دابا الدرس ديال اليوم شفنا لو فيرب اوار الفيتور لامبارفي اي في البريزون وشفنا دوتر تيرم اللي استعملناهم باش نطرحوا اسئله اي اوسي باش نجاوبوا على هذيك الاسئله في الدرس السابق كنا شفنا لو فيرب اتر عاوتاني شفنا نفس الشيء في الدرس اللي قبل منه شفنا لي برونون كومبليمون دوجي ديريكت في الدرس اللي قبل منه شفنا لي برونون اون اي برونون لو اي لور يعني هنايا تتعلم حوايج ركز معايا هاد الدروس هادو راه دروس الا كنتي كيف تنقولوا قافز واحد شويه راه دروس خطيره وغادي تفيدك ما غاديش تلقى بهذا التفصيل هذا الشيء كاين بحال هكا تيتشرح ما تنديروه على الاساس ان يا ربي كلشي يستافد هادشي اللي تنتمناو باش نقول لكم الصراحه حاجه وحده خلي لي شحال جبتي بارطاجي لا فيديو مع الاخوان ديالك لي زامي ديالك في لونتوراج ديالك خلي لي كومونتير خلي لي لايك باش لا فيديو يطلع في سيجيستون على امل نلقى بكم فيديو جديد في دروس جديد نقول لكم السلام عليكم.